طلعوا لقاها الخيارية كده متلجة ودبلانة ومش حلوة وما ينفعش اللي احنا نستعملها. لا النهاردة هقولك على طريقة حلوة قوي وسهلة وسريعة ومية مية. بيقعد قد ايه يا هبة؟ بيقعد حوالي 2 أو 20 يوم في التلاجة، بتطلعي اول واحدة زي اخر واحدة انت هتاخديها لحد ما يخلص معاكي، وهتلاقيه زي الفل زي ما انت شايفاه كده. ده كده كمية الخيار اللي انا جايباها، انا جايبة كيلو. هنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه واحدة واحدة كده بالخطوات، وخليكي معايا. لو انت اول مرة تتفرجي عليا ما تنسيش تحط اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي اول باول، وطبعا ما تنسيش اللايك بتاعك. يلا بينا نغسل الخيار مع بعض ونشوف هنغسله ازاي وكمان هنحفظ. انا معايا هنا الخيار، حطيته بقى في الحوض علشان خاطر هبدأ اللي انا اغسله بالمية الجارية. بص هتبدأ اللي انت تغسلي كده، طبعا اتأكدي تماما ان الخيار مغسول كويس علشان خاطر في ساعات مثلا بتبقي تعملي كده وخلاص وما بتبقيش واخدة بالك ان الخيار عشان لونه غامق شوية بيبقى فيه طينة كده مستخبية كده ولا كده، فخلي بالك علشان خاطر صحتك وصحة ولادك. يعني تمسكي كده واحدة واحدة، ولا عندك الفرشة بتاعت الاكل اللي هي بتاعت غسيل الخضروات تقدري اللي انت تغسلي بيها، بجد يعني حاجة كده ما شاء الله عليها ان شاء الله. فكروني لما انزل المرة الجاية في الفيديوهات بتاعة الروتين هجيبها ان شاء الله. بصي هتمسكي واحدة واحدة كده وتبدأي اللي انت تغسليه بايديكي كده كويس، ما تخافيش مش هتتكسر ولا اي حاجة. بصي اهي زي الفل. بصي سامعة الصوت؟ سامعة ولا ايه؟ انا بقى هغسل كمية الخضار كلها وارجع لك تاني ونكمل مع بعض نشوف بعد ما نغسله هنعمل فيه ايه. بعد ما غسلت الخيار كويس جدا وكمان نزلت بقى الميه اللي فيه وشطفته شطفه اخيره بقى زي ما انت شايفاه كده، بصي بيلمع ازاي وزي الفل، يعني ايه حاجه كده زي الفل. هعمل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ هجيب ميه ساقعه متلجه. ميه ساقعه متلجه يا هبه؟ ايوه ميه ساقعه متلجه اهي. بصوا شايفين الازازه مشبره، هحط ازازه الميه دي كلها كده على الخيار وهديله زي صدمة صدمة عشان تحافظ على القشرة الخارجية اللي فيه. بصي كده انا حطيت كمية المية كلها ومعايا هنا تلج، هحط التلج دوت مع الخيار وهسيبه بقى كده شوية. هحط بس شوية مية من الحنفية عشان نملى الطبق. عايزة اقولك ان المية ساقعة جدا، الموضوع سهل قوي ومش محتاج اي حاجة، بس يعني ايه ما تستصعبيش وتعمليه، يعني اعملي كده جد يعني هيفرق معاكي قوي. على الاقل هتحافظي على الخيار عندك فترة طويلة جدا في التلاجة ما يقرب عن مثلا نقول 20 يوم، يعني واكتر كمان، يعني اكتر من 20 يوم. المية الساقعة المتلجة بتديله صدمة جامدة جدا علشان ايه بتحافظ على القشرة الخارجية من بره اللي هي ما تتبلش منك وتبوظ بسرعة. شفت الطريقة دي فين او عرفتيها منين؟ اكيد هتسألوني نفس السؤال دوت، فانا بصراحة حبيت اللي انا اقول لكم. زي مثلا لما بشوف اي طريقة في اي قناة تانية بطلع اقول اسم القناة اللي انا شفت فيها الطريقة. الطريقة دي انا ما شفتهاش على اليوتيوب، انا شفتها على الفيسبوك، الفيديوهات بتاعة الاجانب اللي بيعملوها، اللي هو الفيديو مثلا بيقعد يجمع كده شوية افكار في فيديوهات في فيديو واحد وبيقعد يتكلم عليها. بجد لما عملتها استريحت جدا. ليه استريحت؟ هي بما طريقة عادية زي اي طريقة، والحفظ التانية بالفوطة او بالمنديل ما حلوة برضو سهلة، لا بتهدري كتير قوي من المناديل وبنرمي كتير قوي من المناديل وبنبقى عايزين نستفاد بالمناديل ديت في حاجة تانية. كل شوية تغيري المناديل والعلبة تعرق ويبقى